بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا طلاب المعهد التقني المسيب لفرع تقنيات المختبرات الطبية التابع لجامعة الفرات الأوسط. مدرس المادة سحر عباس حسين عن مادة تقنيات المختبرات الطبية. اليوم رح ناخذ المحاضرة الثانية اللي هي عن البكتيريا. رح نتناول بمحاضرتنا البكتيريا، ما هي البكتيريا، وأيضا رح ناخذ سايز أوف بكتيريا، حجم البكتيريا، والأماكن الاسم العلمي للبكتيريا، كيفية كتابة الاسم العلمي، وأيضا البكتيريا are present everywhere أو أماكن تواجد البكتيريا أين تتواجد، وأيضا رح ناخذ structure of بكتيريا والمورفولوجي of بكتيريا. البكتيريا bacterial are a microscope symbol unicellular organism. هي البكتيريا هي شنو؟ هي عبارة عن كائن مجهري يكون بسيط symbol unicellular وحيد الخلية whose structure shows little different. راح تظهر عليه اختلافات بسيطة. هذه الاختلافات وين راح تكون؟ راح تظهر اختلافات بسيطة بالستركتشر of بكتيريا، يعني راح تظهر اختلافات بسيطة بتركيب البكتيريا. زين، whose main function is apparently simple. والوظيفة الأساسية أو الرئيسية للبكتيريا هي dividing and growth by simple binary division. الوظيفة الأساسية هي القيام بال dividing الانقسام الثنائي البسيط والنمو. size of bacteria حجم البكتيريا most bacteria are so small that their size is measured in units called micron. يعني وحدة قياس البكتيريا، بما انه تعرفون انه البكتيريا تكون صغيرة الحجم، زين، فوحدة قياس ايش راح تكون؟ تكون مايكرون او مايكرون، وحدة قياسها مايكرون. The unit of measurement is the micrometer. يعني مايكرون او مايكروميتر، ملي مايكروميتر، يعني written بس هذا المصطلح امامكم written انه راح تنكتب مايكروميتر هكذا. المايكروميتر يعني واحد مايكروميتر ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا 1000 مليمتر. واحد مايكروميتر راح يساوي 1000 مليمتر. ايضا شنو؟ ايضا البكتيريا انه يعني عندها يعني لينكس، طولها راح يكون تقريبا 1 to 10 مايكروميتر، والوث العرض 0.2 to 0.5. bacterial name culture أو bacterial name of bacteria. بصورة عامة سواء كان البكتيريا أو أي كائن، سواء كان نبات أو plant أو animal حيوان أو أي كائن microorganism، إنه باسم شائع مثل ما تعرفون اسم شائع، يعني الاسم اللي يتداولنا هو اسم علمي، اسم علمي. فهنا راح بالتصنيف كيفية كتابة الاسم العلمي. الاسم العلمي كيفية كتابة الاسم العلمي، طبعا هذه الاسم العلمي راح يعني التسلسل أو تصنيف راح يكون أول شيء كيندم المملكة، بعدها تأتي الفايلم الشعبة، ومن ثم الكلاس والأوردر الكلاس الصف، وثم الأوردر الرتبة، وبعدها الفاميلي العائلة والجيناس والسبيشيز. احنا اللي يهمنا هنا هسه عندنا شلون نكتب الجيناس وشلون نكتب السبيشيز. السبيشيز ايضا راح يتفرع الى التايبس النوع والسترين والفارتيز. يعني احنا بهذا يعني شلون يعني شلون اسمك هسه انت، يعني مثلا كاسم اسمك شلون يتفرع انه الجد، جد الأب، بعدين الجد الأب والجد والأب، وبعدين اسمك، وبعدين
اسم يعني بالمستقبل اسم يجي وراء اسم اسمك اسم أولادك. فهكذا هي هذه الاسم العلمي أيضا للبكتيريا أو المايكرو أورغانيزم بصورة عامة، إنه أول شيء المملكة وبعدين الشعبة وبعدين الصف والرتبة والعائلة والجينس والسبيشيز. زين اللي يهمنا هنا يعني إنه شلون نعرف نكتب الاسم العلمي للبكتيريا. عندنا مثلا على سبيل المثال بكتيريا السالمونيلا تايفي. السالمونيلا هو الجينس والتايفي سبيشيز. مراعاة بكتابتنا للاسم العلمي لا يعني يجب أن يكون الاسم الجيناس إنه أول حرف يكون كابيتال، والسبيشيز أوكي يكون سمول عادي، وأيضا إنه يكتب ضروري يكتب الاسم العلمي أما بصورة مائلة زين أو يكون تحت خط. يعني إذا كان بالحاسبة أو باللابتوب أو إلكترونيا إنه تكتبه بصورة مائلة، لكن انه اذا يعني كتابه يد او بايدك انه تكتب الاسم وتضع تحت خط. زين فيس هذا المثال عندنا سالمونيلا تايفي. سالمونيلا هو الجيناس التايفي سبيشيز. ايضا هذا السبيشيز احنا مو قلنا راح يتفرع على الفارتيز والتايبس والسترين، فالسالمونيلا باراتايفي اي. فإذا السالمونيلا جيناس الباراتايفي سبيشيز، والأي اللي هو التايبس أو يعني أو يعني شلون نوع النوع أي. فنوع هذه مثلا عندنا سالمونيلا باراتايفي أي، سالمونيلا باراتايفي بي، وهكذا. زين عندنا بكتيريا ار بريزنت افري وير ان، يعني البكتيريا بصورة عامة أماكن التواجدها. طبعا اكو بكتيريا تكون ممرضة انه يعني تواجدها في اماكن معينة يسبب في مرض معين، ولا واكو ايضا بكتيريا تكون نورمال فلورا يعني موجود هي ويعني اماكن تواجدها طبيعية يعني تكون نورمال فلورا. البكتيريا راح تتواجد بالووتر بالماء بالسويل التربة بالاير الهواء الانيمال البلانت الفورزن ماز يعني اماكن تواجدها بالنبات بالحيوان بالهواء بالتربة بالماء بالطين باي مكان انسايد از ايضا انه اون اند ان اور بوديز ايضا تتواجد بالداخل وخارج الجسم. هوت سبرينجز بالمياه او الينابيع الحاره تتواجد ان اور سكين فوق الجلد ايضا تتواجد ان يور ايرز نويز ايضا ثراوت اند انتستينال تراكت تتواجد بالقناه المعويه تتواجد بالحلق بالانف بالفم. زين اماكن تواجدها سواء بهذه الاماكن راح تكون شنو راح تكون نورمال فلورا. On the bun stops our food أيضا بالطعام تتواجد industry بالأماكن الصناعية أو المصانع molecular biotechnology peer product of thousands of years of experimentation antibiotic production بإنتاج الأدوية في deep sea vents volcanoes بالهوسبيتال أيضا وديب أندرغراوند. فأماكن تواجدها عديدة وكثيرة وهناك أماكن أخرى لتواجد البكتيريا. هسه راح نجي على ستراكشر أو بكتيريا تركيب البكتيريا. بما أنه تعرفون يعني البكتيريا وتركيبها وتركيبها راح تتكون من سيل وول، تتكون من سيتوبلازم، تتكون تحتوي أيضا على بلازما ممبرين، تحتوي على المكونات سيتوبلازمية اللي هي الدي ان اي رايبوسومات، أيضا تحتوي على البيلي فلاجيلا. فرح نجي رح نشرح تركيب. فهذه الصورة اللي أمامكم رح تبين لكم تركيب البكتيريا بصورة مبسطة. The cytoplasmic membrane الغشاء السيتوبلازمي. من يتكون الغشاء السيتوبلازمي؟ الغشاء السيتوبلازمي consist of layer of lipoprotein هو عبارة عن بروتينات تكون طبقة من البروتينات الدهنية and is 5 to 10 nanometer thick. السمك مالت راح يكون تقريبا 5 إلى 10 نانومتر. It encloses the cytoplasm
راح شنو وظيفة السيتوبلازم ميمبران؟ راح يغلف السيتوبلازم أو يحيط بالسيتوبلازم. The cell wall، جدار الخلية. جدار الخلية شنو؟ جدار الخلية is complicated lattice structure، هو عبارة عن تركيب من التركيب الشعري يكون بسيط. زين، من يتكون؟ راح يتكون من ليبوبروتين والليبوبوليسكرايد and بيبتيدوغلايكان. يتكون من ثلاث مكونات اللي هي ليبوبروتين وليبوبوليسكرايد وبيبتيدوغلايكان، which give the bacterial cell its shape. يعني هذه المكونات الثلاثة راح تنطي البكتيريا الشكل مالتها. And also protect، وشنو وظيفته؟ وظيفته protect the cytoplasmic membrane. وظيفة السيل وول شنو؟ protect the cytoplasmic membrane، حماية الغشاء السيتوبلازمي. عندنا الكابسول، وراء ما خلصنا السيل وول الستركتشر والسيل وول، عندنا الكابسول. عندنا الكابسول أو المحفظة. المحفظة هسه عرفنا وظيفة، هسه شنو؟ هسه عرفنا وظيفة السيتوبلازم ميمبرين، غشاء السيتوبلازم شنو وظيفته؟ إنه راح يغلف السيتوبلازم. السيل وول شنو وظيفة السيل وول؟ راح يحمي السيتوبلازم ميمبرين. هسه الكابسول، الكابسول شنو؟ الكابسول the cell wall of certain bacteria is covered with capsule. يعني الجدار الخلية للبكتيريا راح يغلفه او راح يحيط به شنو؟ راح يحيط به كبسول. راح تحيط الكبسول، راح تحيط بجدار الخليه. اذا شنو وظيفه الكبسول؟ هسه نعرفها، انه وظيفه الكبسول انه راح تحمي لنا جدار الخليه. زين، which is usually loosely attached slim layer consisting of polymers sugar and amino sugars. اذا الكبسول شنو؟ الكابسول راح يحيط بالجدار الخلية. زين، وشو يكون؟ يكون هو عبارة عن سليم لاير، يكون طبقة رقيقة. مين تتكون هذه الطبقة؟ راح تتكون من البوليمر شوغرز اند امينو شوغرز، سكريات متعددة والسكريات الأمينية. ذات ار سيكريتد باي ذا اورجانيزم، اللي يفرزها ذن السكريات منو يفرزها او يكونها؟ راح تفرزها الاورجانيزم البكتيريا. زين، ان ماني كيسز position of capsule correlates with virulence. يعني انه المحفظة او الكابسول ايش راح تعتبر؟ هي من ال correlates with virulence، من عوامل ضراوة البكتيريا. يعني اجيب لك بالامتحان اقول لك منو عامل المسؤول عن يعني منو عامل ضراوة البكتيريا، تقول لي شنو؟ تقول لي الكابسول، او اعطيك اختيارات هي الكابسول لو البيلي لو فلاجيلا، فتقول لي الكابسول هو يعتبر من عوامل virulence. السيتوبلازم، السيتوبلازم بصورة عامة تعرفون انهم مين يتكون او يحتوي، ايش يحتوي على شنو؟ راح يحتوي على الرايبوسوم، الرايبوسومات، واخذناها بالمحاضرة الاولى، وايضا يحتوي على دبل ستراند دي ان اي. زين، دي ان اي شريط دي ان اي مزدوج يكون حلقة مغلقة، وايضا راح يحتوي على البلازميدات. زين، عندنا التركيب الخامس اللي هو البيلي، او يعني بالعامية نسميه الخيوط او الاهلاب، الفايبر الافيمبري. الار اوف ان فاوند ان بكتيريال سيل، غالبا وين موجود؟ موجود بالخلايا البكتيريا. ذيس مي بي امبورتنت ان ذا اتاتشمنت اوف باثوجين تو هوست تيشو سيل. شنو وظيفه الاهلاب؟ الاهلاب هي موجوده عاده وين؟ موجوده على الخلايا البكتيريا، وظيفتها تكون انه تربط الباثوجين الممرض على، يعني شلون تخلي الباثوجين الممرض يتشلب او يمسك بشنو؟ يمسك الهوست تشو سيل، خلايا انسجه المضيف. يعني شنو فائده الاهلاب؟ انه تخلي الباثوجين انه يعني يمسك، او يعني شلون يمسك بالهوست تشو سيل، خلايا المضيف. التركيب الرابع، العفو التركيب السادس اللي هو تركيب الفلاجيلا. الفلاجيلا الأصوات أو الفلاجيلا يعتبر عضو الحركة بالبكتيريا. يعني البكتيريا بواسطة الأصوات تتحرك. يعني أكو
بعض أنواع البكتيريا اللي تحتوي على الأصوات راح تكون الحركة مالتها شي تكون بواسطة الفلاجيلا. الفلاجيلا هو شنو؟ which are three like appendage composed of. من يتكون الفلاجيلا؟ راح يتكون من البروتين. من البروتين هذا البروتين شو يدعى كالد فلاجيلين، يدعى بالفلاجيلين. إذا الأصوات من تتكون هي عبارة عن زوائد أو خيوط تتكون من البروتين يسمى بروتين الفلاجيلين. قطر هذا البروتين جد يقول and are about 20 نانومتر thick. القطر أو السمك مالته يكون 20 نانومتر. Their rotation enable bacteria. شنو وظيفته أو شنو فائدة هاي الفلاجيلا؟ إنه وظيفتها rotation enable bacteria to travel at speed of up to 15 نانومتر بير. يعني الوظيفة أو إنه تخلي أو هو إحنا مو قلنا عضو الحركة بالبكتيريا الفلاجيلا، فإنه هذه وظيفة الأصوات إنه تساعد البكتيريا إنه تتحرك المسافات، يعني أكثر قد توصل مسافات تتحرك إنه مسافات أكثر من 50. زين some organism possess of flagellum other more than one. بعض انواع الاورجانيزم او البكتيريا تحتوي على فلاجيلا واحد او اكثر من واحد. زين هذه ترتيب الفلاجيلا شلون راح يكون ترتيبها؟ the arrangement of the flagella may be as in the. ترتيب الاصوات راح يكون يعني خلال هذه الصور راح توضح لكم. اذا كان الاورجانيزم راح يحتوي على one فلاجيلا على صوت واحد، يكون هذا الصوت يكون بولار بالطرف، فشي يسموه مونوتروكياس. إذا يحتوي على مجموعة أصوات أكثر من صوت more than فلاجيلا تكون بالبولار بالقطب. زين هذه المجموعة الأصوات شي يسموه لوفوتروكياس. إذا كانت الأصوات موجودة في القطبين، يعني مو قطب واحد وإنما يعني موجود متواجدة وين بالقطبين، على كلا القطبين، فشو يسمى نوع البكتيريا اللي تحتها على الأصوات يسموها أنفيتروكياس. إذا كانت الأصوات شو تكون يعني متوزعة أو تكون على طول الجسم البكتيريا شو يسموه بيريتروكياس. زين هذه انه ترتيب الاصوات كيف يكون بالبكتيريا. عندنا التركيب السابع اللي هي الستراكشر اوف بكتيريا. عندنا السبورز. بعض انواع البكتيريا راح تحتوي على سبورات او الابواق، احنا نسميه الابواق بالعربي الابواق. هاي الابواق بعض انواع البكتيريا بالامتحان شو اقول لك شنو يا نوع بكتيريا تحتوي على الابواق، تقول لي كلوستريديام والباسلاس. باسلاس وكلوستريديام تحتوي على السبورز. زين شنو يعني شنو فائدة هذه السبورز؟ they okay some general of bacteria، يعني بعض أنواع البكتيريا إيش راح تنتج produce highly resistant dormant state cell. بعض أنواع البكتيريا راح تنتج مقاومة عالية ضد يعني تنتج فت مقاومة عالية للظروف اللي تعيش بيها، يعني تخلي انه البكتيريا تقاوم الظروف اللي تعيشها. ليش؟ بسبب انه تحتوي على السبورز. مثل هاي انواع البكتيريا عندنا الباسيلس والكلوستريديا. they make bacterial several possible anaerobe condition، يعني انه البكتيريا اللي تحتوي على هذه السبورات راح تقاوم الظروف البيئيه. السبور راح تكون راح تقاوم ار ريزيستنت، تقاوم شنو؟ تقاوم الهيت الحراره، تقاوم الجفاف دراينج الفريزنج البروده كلش، توكسيك كيميكال. اذا وظيفه السبور انه راح تخلي البكتيريا تقاوم الظروف البيئيه الصعبه. زين لكن شو وقت تنقتل؟ يعني بالظروف الحرارة البرودة الانجماد المواد السمية انه البكتيريا اذا بيها سبور راح تقاوم هاي الظروف. لكن شو وقت تنقتل؟ تنقتل في حال انه نخليها او نعرضها الى جهاز الاوتوكليف. they are killed by autoclaving بضغط 15 بضغط بريشر تحت ضغط 15 بدرجة حرارة 121 درجة ومدة 20 دقيقة. نخليها بهذا الجهاز الأوتوكليف راح يقتلها.
سبور مي اوفل اور سفيريكال فاوند از فري اور سنتر اور سب تيرمينال اور تيرمينال. يعني السبورات اما تكون اوفل بيضاويه او تكون سفيريكال تكون كرويه. اذا شكل السبور اما بيضاوي او كروي راح يكون اما بالسنتر بالمركز او يكون بالتيرمينال او يكون بسب تيرمينال بالوسط او يكون شبه وسطي. فاذا اما نوع السبور اما يكون سفيريكال والاوفر او اوفر او يكون ايضا يكون اما بالوسط او سنتر او التيرمينال او سب تيرمينال. زين اي هذه الصور اللي امامكم توضح لكم انه السبورات انه يكون كيف يكون شكلها وين يعني ترتيبها. زين there are various type اكو انواع مختلفة of endospore mineralspore formation in bacteria. ايش قلنا؟ قلنا انهم تكون راوند تكون كروية. هسه الصورة الاولى ايرسبويدل تكون اهليجية الشكل او تكون سايلندريكال. الاوفل العفو البيضاوي والسايلندريكال الاسطوانية النقطة الرابعة. والكدني شيب شكلها شكل الكدني الكلى. والبنانة شيب شكل الموزة. هذا اكسرسايز المثال انه هذه صورة توضح لكم انه مكونات او تركيب ستركتشر اوف بكتيريا. كل رقم انه شنو مثلا هسه عندنا رقم واحد اللي هو الرايبوسومز، التو اللي هي السيتوبلازم وسيتوبلازم ميمبرين. هو هذه الصورة لكم للاطلاع، يعني ما اجيب لكم بالامتحان انه ارسم لي انه ستركتشر اوف بكتيريا. مورفولوجي اوف بكتيريا، عندنا المورفولوجي اوف بكتيريا تركيب البكتيريا او شيب اوف بكتيريا. البكتيريا can be classified into the following type according to their shape of the cell. أنا البكتيريا أقدر أقسمها أو أصنفها حسب شكل الخلية شكل الخلايا. هسا هذه الصورة اللي أمامكم شو توضح لنا؟ توضح لنا شكل البكتيريا أو الخلايا of بكتيريا. إذا كان شكلها كوكاس، إذا كان شكلها كروي فيطلق عليها المقطع كوكاس. إذا كانت أسطوانية فتسمى بالباسلين. إذا كانت منحنية فتسمى بالكيرفيد. والسبايرولام إذا كانت حلزونية. أي الصورة الثانية أيضا هم توضح لكم الأشكال أو بكتيريا. في حال أنه تكون أوفل أو السفيرويد يعني إذا كانت كروية اشرح نطلق عليها يا مقطع أنه المقطع كوكاي كوكاي. إذا كان سايلندريكال فإنه المقطع نهاية الاسم البكتيريا مثلا ستافيلوكوكاي يعني النقطة الأولى. إذا كان كروي فش نسميه نوع البكتيريا ستافيلوكوكاي أو ستافيلوكوكاس. إذا كان سايلندريكال إنه الباسلاس يعني تكون أسطوانية فنهاية المقطع إيش راح يكون نهايته باسلي. زين إذا كان سبايرال أند كويل شيب شكلها شكل الحلزوني. زين يكون شكلها شكل حلزوني. او كوما شيب شكلها شكل كيرفيد منحنية الشكل. هذه الصورة شو توضح لكم؟ توضح لكم اشكال البكتيريا يعني مثلا حرف اي شو تكون الباسلي الكوكا البي الكوكاي راح تكون بشكل سلسلة. السي راح تكون شكلها شيء يعني يشبه العنقود العنب وهكذا. Aggregation and arrangement الترتيب وتجميع يعني الخلايا. بما انهم بعد ما after binary fission بعد حصول الانشطار then the daughter cell الخلية الأخوات يعني الخلية الوحدة مو راح تنشطر إلى خليتين. فهاي الخليتين راح شي يصير بها remain attached راح تبقى انه مرتبطة to the parent cell بخلية الام. يعني الخلية الوحدة انفصلت الى خليتين، هذن الخليتين راح تبقى متصلة وحدة بالثانية. زين وهذه الخليتين ايضا هم راح تعاني انه انقسام راح تنقسم وايضا راح يعني راح تنقسم. زين راح يصير لها vision occur again before separator of the بكتيريال كان بي كلاسيفايد قبل ما انه اصنفها مرة ثانية اذا هم تقسم. فاذا الخلية الوحدة قسمت الى خليتين، هذني كل خلية مثل الخليتين ايضا هم راح تعاني باينر فيجن.
هم راح تتقسم إلى خليتين وهكذا زين، فراح تترتب، فراح من تنقسم فراح تكون عدد من الخلايا. راح نشوف هذه الصورة توضح لنا كيف أنه الترتيب هذه الخلايا شلون يكون، أما يكون بشكل سلسلة مثلا أو بشكل رباعي أو بشكل عنقود العنب. فكل تركيب يخص يعني كل تركيب أو تسلسل الخلايا راح شيء يعني شيء يبين لنا انه فد نوع بكتيريا معين. مثلا هسه على سبيل المثال عندنا مجموعه الكوكاي، مجموعه الكوكاي او الكوكاس. شنو كوكاي او كوكاس؟ معناتها انه البكتيريا يكون شكلها تكون كرويه، بس كترتيبها هسه راح نجي عليها. اذا كان ترتيبها يكون سنجل، تكون مفرده وتكون مفرده كوكاي، سنجل كوكاي يعني تكون مفرده وكرويه، يا نوع بكتيريا تكون سنجل وكوكاي هي نوع البكتيريا المايكروكوكاس. زين اذا كانت البيرس المزدوجه، البيرس المزدوجه تكون بيرس كوكاي يعني هم تكون مزدوجه او ثنائيه وتكون كوكاي كرويه، يعني ثنائي كروي نوع الدايبلوكوكاس. زين إذا كانت chain بشكل سلسلة تكون chains كوكاي يعني تكون سلسلة وكوكاي تكون كروية اللي هي ستربتوكوكاس. إذا كانت تترا كوكاي، تترا كوكاي يعني رباعية اللي هي بيبتيدوكوكاس تترا كوكاي، بيبتيدوكوكاس تترا كوكاي. إذا كانت group of eight، إذا كانت ثمانية أو cubical إنه شكل المكعب. زين اذا كانت كوبيكال بيكت كوكاي اللي هي الساركينيا، ساركينيا نوع من انواع البكتيريا الساركينيا. عندنا اذا كانت كلاستراس اللي هي الكلاستراس اللي هي ستافيلو كوكاس. زين خلي ابين يعني اقول لكم شلون تيجي هذه بالامتحان. مثلا اجيب لك فد عموديين، العمود الاول اقول لك انه نوع البكتيريا سنجل كوكاي او بيرس كوكاي، واعطيك العمود الثاني انواع البكتيريا، اكتب لك دايبلوكوكاس مايكروكوكاس ستربتوكوكاس. فمن اقول لك السنجل كوكاي لازم شو تقول لي انه سنجل كوكاي يا نوع بكتيريا؟ تقول لي مايكروكوكاس. اوكي زين، البكتيريا اللي يكون شكلها كدي بشكل الكلى، شكل الكلى اللي هي الكدني اللي هي يا نوع بكتيريا اللي هي النايسيريا. الكوكو باسيلي اللي هي لا كروية ولا عصوية بين وبين اللي هي البروسيلا، كوكو باسيلي اللي هي البروسيلا. زين اذا كانت سايلندر يعني سنجل باسيلي تكون مفردة وعصوية، سنجل باسيلي اللي هي سالمونيلا، سنجل باسيلي سالمونيلا. بيرس باسيلي مزدوجة وعصوية اللي هي دايبلو باسيلي. وعندنا تشينز باسيلي اللي هي سلسلة تكون سلاسل عصوية اللي هي الباسيلاس. أيضا إيش عندنا؟ عندنا تشينز لتر، عندنا تشينز لتر اللي هي كورونو بكتيريا، نوعها يا نوع نوعها كورونو بكتيريا. جروب أوف جريتس، المجاميع الجريتس اللي هي المايكرو بكتيريا. with curved end، النهاية مالتها تكون شو تكون؟ تكون منحنية اللي هي الإيكولاي. cuneiform bundle اللي تكون شكل حزم اللي هي المايكوبكتيريا. والفيلمنتاس اكو بكتيريا تكون شكلها شكل الفيلمنتاس. وعندنا fusiform باسيلي with or without spore، سواء تحتوي او ما تحتوي على السبورات. هاي صورة أيضا للدولة. عندنا أيضا بكتيريا اللي يكون شكلها شكل الكوما، كوما شيب، أو تكون كيرفيد تكون منحنية. أما تكون سنجل كيرفيد أو سنجل كوما شيب، إذا كان مفردة أو بيرس كوما شيب أو سمول جينز كوما شيب، هذه البكتيريا سواء كانت مفردة أو مزدوجة أو تكون بشكل سلاسل قصيرة فهي يا نوع تعود إلى نوع الفيبرايو، أو تكون بكتيريا تكون سبايرال تكون حلزونية فهي أما تقول لي البوريلا أو ليبتوسبيريا أو التريمبونيا تريبونيما. هذه الأمثلة أو هذه الصور توضح لنا أشكال البكتيريا وترتيب هذه الخلايا
وحسب نوع البكتيريا. هذه الصورة كلها للتوضيح. اللي هنا انتهت محاضرتنا لهذا اليوم.